عندنا حاليا كيلكس معانا في التعليق. شو رايك في كيلكس فايل المباراه هاي؟ منو تو اسم قديم كلاود اكزاد اوف اي 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 نو واي كيلكس يس بعثه اوكي ما اعرف يعني بعثه اوه سعيد قلت اسمه بدون ما اعرف انه هو موجود مخي مو مستوعب لان اخر كم من يوم بس طالع فيديوهات اللي مسوي له ابلود سناك انت ما عندك لا شغل لا ولا شيء ما شفت كل شيء ازاي اشكر بشوف اذا لعبت شيء عقب طالع منو موجود بعد نفس الوقت مخي تعود اني اشوف على اسامي قديمه اوكي نشوف ان كلاود اوكي بدلوا الاماكن اوه بس مات نايس فور تلت على الليج من وولف ايوه ذا كلاسيك اللي تغطي 50 اوبشن ابي اوت اوف شيلد بس الضربه الاولى شيء حلو نشوف ماتش اب شبه قديم بدايات التمت ايوه والباكر مات نايس باكر باكر حلو هي شوي فيها فيها غصه عشان تقدر تقوم الليمت لا مات اوكي نايس هي انا بعد ما شفت انا كنت مركز شو كنت تسوي بالكاميرا ازين هل هالجيم بيكون سريع يعني؟ اتمنى شكله اوكي نقز من اللي سوى نير حلت نص مشاكلها واو باكير سوى ترب فالكون عنده شيء يسوي ترب بس ناسي شو كل حركات اللعب عنده تشانس تسوي ترب صدق وهالشيء زباله هي اظني داونير تسوي ترب احيانا مره سويته بالغلط شفتني اظني باكر ولا داونير شيء 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 ابي على اللو برسنت يعني تحاول تسوي يا اخي انا بروفيشنال يا اخي زين بدل نايت نذكر نذكر ان اي توتر نذكر ان في اللي هي تويتش اوه ضيع الليمت اوه بس واو جت اب دان سماش انا عبالي سعيد الميت كان اوكي نايس كنت بقول twitch.tv/uae_smashers ان المباريات في عندنا ستريم ثاني سماشرز 2 من هي لعبنا؟ سلطون و خلصهم ترك لا ما خلصوا زين نلعب الحين ولا 1-0 حق سعيد صح 1-0 حق نرجع على بي اس 2 واحد صفحة كلاود ايوه وين يا اخي هذا هو ستيشن 2 اي مين بوكيمون ستاديوم 2 مره ثانيه كان عندك بي اس 2 سلم ايه اوه كروس سلاش شفت احد ينقز من الكرسي ما اعرف ايش هو انا طلع عمر مو مستغرب اوه نايس اس دي حلو الاس دي صراحه كان يعني سوال شادو بوكسينج يس مباغته كانت حلوه يعني ايه تعرف شيء سوى فورديه على الارض وقال له كذا يقول اوه نايس فورتل غطت الاوبشنز كلها ايه بس ان تعرف سوى دابي بسرعه ايه ما رجع المومنتم قبل لا يسوي دابي ايوه اوكي باري اب بي يا اخي فوق بي فوايد عادي ما لاحظت؟ يعني انا هني يعني ليش تكلف المايك؟ انا وسبير على الستريم الثاني اوكي ما في فارق على الكروس لاش وعندنا سلطان الحين ريبليسمنت تلعب يا عزيز اسجارد نوير اوه استغربت انه طلع بدون ما يضرب عنده جنب اوكي اير دوج هذا ليج ما ادري ايش اقول كلاود مسكين في هاللعبه لا كلاود ايه وايد مسكين منو مكسين منو مسكين اكثر كلاود ولا ولف؟ ولف سوى لنا نرف اكثر من كلاود كلاود سوى له بف على الاقل ايه كلاود بس سوى له بف ولف مسكين يوسف ما تبع على 40 هوب
شوف كلاود ما يهتم عن الليمت ماله. اوه كاري انتو ناثينج احسن بارت احسن 30% كومبو. اوكي النوترال النوترال جيم هي نيوترال باكير على اللج اسمها شاطئة يوهو يشيل فوق. اوه اوكي مانا بس تريد يخسر اشتوك منه 88%. هل فيه كامباك؟ وانت من اسل الشخصيات اللي تسوي فيها كامباك. لا لا شوف كومبو واتساب شوف اوه زين حل السبيسنج سوى لك كروس اب. اوه بو 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 كان ينفجر توا اوكي ابي اتشيل الحين عند الليمت على الكل برسنت كمان يبي ما تذبح. اظن الابي الوحيد اللي ما يذبح. وش هو؟ الحين بيضيع الليمت على طول وبعد يفوز الست كلاود. زين زين بس واحد ليمت كات الجمب موفينج اون. سناك يقول لكم وقفوا تلعبون فرندلي. حتى اللي الحين في البيت لا تلعبون خلاص. فاير.